الشيء الموجب يعني راح يطلع سالب، معناته نقطة التقاطع راح تكون محور وايد باتجاه السالب. فإذا هذا الرسم مالي، لو أجي أرسم بين واي وإكس، واي هنا ايش قلنا؟ قلنا عليها آر، صح؟ آر بايش مقاس؟ بالأوم، صحيح؟ زين، هنا ايش نرسم نفس الإكس؟ إكس ايش قلنا عليه الإكس؟ هي واحد على آي، صح لو لا؟ فهذه واحد على آي، الواحد على آي شنو وحدتها؟ واحد على أمبير أو أمبير للماينس واحد، مضبوط؟ عجبوني أنت؟ والله يا بتعجبوني. إذا راح يطلع لي هذا الخط المستقيم، حقيقة لو سوينا هذه التجربة راح تطلع لي نقاط هنا وهنا يعني بهذا الشكل، فراح تطلع لي خط مستقيم بهذا الشكل. هذا شو تمثل لي هذه نقطة التقاطع؟ شو تمثل لي؟ تمثل لي بي، صح؟ نقطة اللي هي شو تمثل لي هذه؟ بالضبط، هذه بالضبط تمثل ناقصا R زائدا R A. طالب راح تقول كيف ناقص وانت تقول المقاومه؟ اقول لها اي صح. الناقص راح تطلع لي البي على سبيل المثال ناقص 5، ناقص 5 تساوي ناقص هذه، تطلع لي ال 5 تساوي ايش؟ ار زائد ار اي. منطقيه. زين. احنا مفترضين مقاومه الاميتر 1 اوم، حقيقه هي اقل من 1 اوم. بس احنا يعني ما بالك هذا، خلينا نفترض مقاومه الاميتر كم؟ 1 اوم. فهذه المقاومه كم؟ 1 اوم. هذه 1 اوم. هذه 1 اوم، خلينا نقول معلومات النتيجة، هذه 1 اوم. زين السلوب هنا شو يمثل السلوب؟ الايتا. زين فهذا السلوب، فببساطة شديدة أنا الغاية أن أوجد الايتا وأوجد ايش؟ وأوجد الآر سمول. هذه راح أجي أقول الايتا ايش تساوي؟ تساوي السلوب. شنو وحدة السلوب؟ إذا السلوب يمثل الايتا شنو وحدة؟ فهذا راح تطلع لي كم فولت، واضح؟ زين هذه الايتا. البي راح تساوي ناقص الار اي، وش شكل؟ يعني ار زائد الار اي تساوي ناقص البي، لان البي لازم تطلع قيمه سالبه. صح؟ فالار بالحقيقه راح تطلع على يد الار راح تطلع ناقص البي ناقص ار اي. طيب معادلة اعتيادي. هذه الار اي قيمتها 1 اوم، فيبقى عندي مجهول ايش؟ البي. اذا رسمت الرسم، من الرسم اطلع السلوب واطلع البي. اوكي؟ واضحه الى حد النقطه؟ يعني راح نتكلم على ربط الدائره الان والشغل اللي راح يصير. طبعا انا عشان ارسم هذا الرسم ايش احتاج؟ احتاج قيم. قيم 1 على اي، احتاج قيم 1 على اي، واحتاج قيم ار، صح لو لا؟ فهذه 1 على اي هي بالامبير، واحتاج قيم ار، صح؟ بالاوم. راح اخذ ال 100 اوم، راح اخذ ال 90 وال 80 وال 70 وال 60 وال 50 وال 40 وال 30 وال 20. راح اخذ هذا القيم. راح اقيس بالاميتر، راح اقيس التيار اللي هو بالامبير، شوفوا لي اياه كم. انا ما راح ارسم بين ار واي، راح ارسم بين من؟ بين ار وواحد على اي، خلاص انت من طلعت تقول قيم التيار، اخذوا مقلوب التيار وسجلوها هنا. وارسموا بين هذه على محور واي اكسس، وهذه على محور اكس اكسس. واضحه؟ وضحت؟ في شيء صعب فيها؟ يعني انا كل شغلي اليوم انه اطلع الار والاي وارسم بين الار والواحد على اي. بس مجرد رسمت خلص طلعت عندي المعلومات. طلعت عندي المعلومات. بالدسكشن مال التجربه اردتكم تناقشوا لي ليش بدنا نقرا بسرعه؟ حكيت هذا بدايه المحاضره. ليش من نغلق الدائره، نغلقها، نشوف المؤشر، شوف وين وصل، نشلع نفتح الدائره. زين ونقرا ليش؟ هذه انتم جابوها بالمناقشة. واضح؟ لانه هذا تعتبر سكيل، مهارات مختبرية. واضح؟ اغلق. هنا بالود داعبنا المعاني سمع
صفانا وعانقنا المداحين ارتانا شراعا فيه ناس تسقي دعانا وسمنا مشارقة الأمان هدينا الكون من لغة التفاني من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفو دنيانا الوفاء من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفو دنيانا الوفاء بأن نمضي ويلهمنا الصفاء خطى الإخلاص سطرها الإباء هنا بالود داعبنا المعاني زمانا من أزاهر التهاني وسمنا النور شارقة الأمان هدينا الكون باللغة التفاني رؤاس القانة تمضي في مدانا وننهل فيضها أنا دعانا نبادر بالندى في مبتغانا سابق بالغدى عودا حبانا إلى الآتي تنادينا وئاما وحملنا قصائدنا سلاما نساجنا الهدي في الدنيا وساما قطفنا المجد حققنا المرام هنا بالود داع Чого мамко? اللي هي الريزيستنس بوكس زين؟ الريزيستنس بوكس اللي هو صندوق المقاومات والمفتاح وعندي هذا راح استخدمه كاميتر زين؟ وعندي البطارية. طبعا البطارية كيف راح اربطها؟ راح اربطها في هذا الجزء. في البداية خلي تشيل هذا الجزء. البطارية اللون الابيض مالها هو الموجب. زين؟ ما ادري انت يمكن ما موجود عندك. لا هم ما عندهمش. فقط تجريب. اوكي هنا بالنسبة لي عندي اللون الابيض هو الموجب واللون الازرق هو السالب. اوكي؟ بالنسبة لكم عندكم هذه الألوان عندكم أسود النهايات واحد أسود وواحد أسود بلون أبيض صح؟ الأسود هو الموجب واللي بيه اللون الأبيض هو السالب أوكي؟ على كل حال راح أربط الدائرة مالتي فهذه عندي البطارية بهذا الشكل هذا الموجب مالي راح أروح على المفتاح أوكي؟ من المفتاح أطلع اطلع وين؟ على صندوق المقاومات هذا صندوق المقاومات زين من صندوق المقاومات طبعا يمر عندي هذا الاشاره بمعنى هذا صندوق المقاومات وين راح يروح؟ طبعا انا ما زلت في الاتجاه الموجب ها؟ ما زلت في الاتجاه الموجب لان انطلقت من الاتجاه الموجب مع البطاريه فانا ما زلت في الاتجاه الموجب اذا وين راح ادخل؟ راح ادخل بالاتجاه الموجب للمن؟ الى الاميتر هذا الاتجاه الموجب شوفوا هذا الموجب شوفوا له ولا هذا شوفوا الآن شوفوا الموجب زين أدخلها هنا أوكي
واطلع بعد يعني من الاتجاه السالب وين اروح؟ اروح الى البطاريه، يعني اطلع من الـ من الـ هذا الاتجاه الثاني، هذا راح اربطها هنا، وين اروح؟ اروح الى البطاريه مالتي، وصارت عندي دائره متكامله يعني. نفس الدائره اللي موجوده على الصبور تمام. زين، وين اخلي المؤشر مالتي؟ انا شو اريد استخدم هذا؟ اريد استخدمه كاميتر صح؟ هذا وين موجود المؤشر؟ على الفولت ميتر. لازم وين اخليه؟ خليه على الاميتر، راح نستخدم الواحد امبير. الواحد امبير. اوكي؟ تبوا عندي من اقول الواحد امبير معناته راح استخدم التدريج مال 10 مو مال 3، يعني انا عندي تدريجين، يعني عندي تدريج الثلاثة وعندي تدريج العشرة. صح؟ فراح استخدم التدريج مال 10، من اقول 1 امبير بمعنى اعلى قيمة عندي كم؟ هي 1 امبير. العشرة تمثل لي 1، صح؟ العشرة تمثل لي 1. إذا الثمانية شو تمثل لي؟ 8 من 10 0.8. إذا 6 شو تمثل لي؟ 6 من 10. زين؟ فأنا الآن راح أركز، أنا ربطت الدائرة مالتي، زين؟ أجي على صندوق المقاومات أسويه على هذا صفر، هذا صفر، تبعوا عندي. هذا صفر، هذا صفر، هذا صفر. أجي على الفي 10، هذا مو مكتوب الفي 10؟ كان مكتوب في 10، زين؟ اجي على اللي في 10 واخليها على العشرة، فعشرة في 10 كم؟ 100. احنا قلنا المقاومات نبتدئ من 100، كتبناها 190، فانا راح اجي اخليه على 100 واغلق الدائرة واشوف المفتاح، وبعدين اخليه على 90، بعدين اخليه على 80، بعدين اخليه كذا الى الايش؟ الى 20. واضح الكلام؟ واضحة؟ إلى العشرين. فأنا هسه بالبداية أسويها هذه على 10 وهذه صفر صفر صفر. الآن راح أركز الكاميرا على من؟ على الأفوميتر، على المؤشر. الآن أنا بنخليه على 1 أمبير، بمعنى العشرة هذه مالتي هي إيش؟ 1 أمبير. الثمانية هي 0.8، هذه هي 0.1، هذا هو 0.1. فهمتوني شلون؟ هذا صفر، يعني إلى آخره هسه راح أركز عليه أكثر، وانتبهوا عندي رجاءً لأنه